خفت من القلب الآلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم تحية عطرة من أسرة برنامجكم، برنامج ضاعف وزنك. طبعا احنا اليوم ما أقدر أقول نزولا ولا صعودا، ولكن تلبية لرغبات كثيرة حول فتح المجال للاتصالات والاستشارات المباشرة. فطلب منا السلاوي في هالحلقة أن نخفف المادة شوية ونفتح المجال للمشاركات عن طريق سواء انترنت أو من خلال اتصالات. فاليوم إن شاء الله راح نغير نظام الحلقة، راح أنا أخذ ربع ساعة الأولى أو الجزء الأول، بعد ذلك راح نفتح لكم المجال إن شاء الله في ثلاثة أرباع الساعة. قولوا ما عندكم، ولكن أرجو أن تكون الاتصالات مقننة ومحددة في دقيقة واحدة فقط. لن نسمع أكثر من 60 ثانية لكل اتصال حتى نفتح المجال لأكبر عدد ممكن نسمع منكم ونعلق ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. ونبدأ اليوم مع عمار. كيف حالك يا عمار؟ الحمد لله دكتور، بفضل من الله ونعمة. بشر، وصباح جميل إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أنت اليوم شكلك خايف عن الوعد اللي أمس وعدت، قلت لك اليوم دورك. اليوم راح أعمل مقلب صغير جدا، لأن طبعا عمار هو الابن المدلل في هذا البرنامج، وعمار بدأ يغار. فلما جبنا ضيوف من برا فعمار غار منهم، قال إيش معنى هم تغمي عيونهم أنا ما تغمي عيوني؟ لا تخاف، راح نغمي عيونك اليوم وراح نلعبك اليوم علشان ما تغار مرة ثانية يا ابن البرنامج المدلل يا عمار. على العموم خلونا ندخل في موضوع اليوم. احنا امس تكلمنا عن بر الوالدين، وانا اشكر لكم المشاركات العجيبة، مشاركاتكم كانت كثيرة مميزة، لا يسع الوقت لذكرها كلها، ولكن ان شاء الله يكون كراسة اليوم فيها شيء منها. ويا احباب، الإيثار يجب أن نمارس خلق الإيثار، فإذا عرضت مشاركة ما نفرح بها وكأنها مشاركتنا إحنا الشخصية. وأكرر وأقول أن من شارك معنا إنما أجره وقع، إنما أجره على الله، فلا تحاتون إن شاء الله. طيب يا عمار، إيش رأيك نبدأ في الموضوع؟ الموضوع توكل على الله، أعرض لنا. تفضل. طبعا أنا أذكر الناس، أذكركم أن شعارنا أنا قدوة. تكلمنا أمس عن بر الوالدين، واليوم تكلم عن صلة الرحم. صلة الرحم عرضت لنا إياها يا عمار. طبعا حنا دائما حرصنا في كل حلقة نعرض لكم آية من آيات الله سبحانه وتعالى من كلامه، ونعرض لكم كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتواصل أصلا وبركة مع هذا الأصل الأساسي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ خطر هذه الآية، أعيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تقريبا في ثلاث آيات في الكتاب الحكيم تلعن قاطع الرحم. مسألة خطرة يا ناس، ولهذا نحن ما زلنا في شهر رمضان المبارك، شهر الفضيل، شهر مضاعفة الأوزان. فأرجو أرجو أرجو رجاءات حارة كثيرة متكررة من أحبابنا أن نعيد النظر في هذا الموضوع. أنا أعرف جاءت كثير من المشاركات من خلال الإنترنت، عندنا قطيعة رحم، خالي ما يزور، حنا عمي ما نزوره، أفلان كذا، هناك قطيعة بين النساء، أعرفها وهذا طبيعي، يحدث في كل الأسر، الخلاف والاختلاف أمر طبيعي في هذه الدنيا، ولكن غير الطبيعي، من غير الطبيعي أن تستمر هذه القطيعة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، في الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، انتبهوا لهذا الحديث وهذا مهم جدا: من سره أن يبسط له في رزقه زيادة في الرزق. يبسط يعني كالأرض المبسوطة، شيء ليس له عد وليس له حصر. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يمد الله سبحانه وتعالى له في أثره أي في عمره، فليصل رحمه. جملة قصيرة سهلة بسيطة هينة لمن أراد. الذي يريد الرزق الحلال وزيادة في الأموال وزيادة في الأولاد وزيادة في الأثر وتذكرون بخير، المسألة سهلة، فليصل رحمه. عندك عمة، عندك خالة، عندك جد،
عندك جدة طبعا بعد الأبوين هم الأصل، عندك أخوان، عندك أخوات، هذا القرابة، هذا الرحم، الرحم متصل بدم سواء من طرف الأم أو من طرف الأبو. إذن هذه قضية أساسية في حياتنا، والدين ديننا الإسلامي جعلها قضية أساسية مربوطة بالطاعة والعبادة. لماذا؟ لأن ديننا الإسلامي مبني على الجماعة، والإنسان حتى يتمكن من إقامة الطاعة والعبادة يحتاج إلى اللحمة، يحتاج إلى القرب، يحتاج إلى الاستقرار، يحتاج إلى الاطمئنان، يحتاج إلى السكينة، يحتاج إلى الهدوء، وهذا لا يحدث إلا بالود والرحمة، وهو أصل العلاقة الزواجية ينتج عنها هذا التواصل والترابط بين الأسر. فإذن يا أحبابنا، ربي بارك في أعماركم، صلوا أرحامكم حتى تحصلوا على أمرين تنفذون من أثر القطيعة وهو اللعن، وتحصلون على ما هو أفضل وهو الرزق الحلال والواسع المبسوط، وكذلك أن يمد لك في العمر فيما تحب، وأيضا في نفس الوقت تحصل على سمعة طيبة وآثار طيبة كما جاء في الحديث. أيضا أنا حاب أضيف إضافة يا عمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل، طبعا بعض الناس يقول كان الحمد لله جاني خالي ورحت له، جاتني خالتي ورحت لها، جاتني عمتي ورديت لها الزيارة، لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس الواصل، بالمكافئ، يعني شيء مقابل شيء، زيارة مقابل زيارة، اتصال مقابل اتصال، مسج مقابل مسج، تويت مقابل تويت، فيسبوك مقابل، لا لا لا، ليس هذه الصلة، ليس هذا الذي نطمح إليه، ليس هذا هو الميزان المضاعف، ميزان المضاعف يختلف. ليس الواصل بالمكافئ، طبعا لك أجر إن شاء الله على هذا، لكن ليس هذا الذي نريد، ولكن الواصل الذي انقطعت رحمه وصله. شنو هالشيء العجيب؟ ما هذا الدين؟ ما هذا الدين الذي ينظم حياة الناس حتى في هذه؟ نعم حتى في هذه. إذا عمار زارني ثم زرته شكرا وشكرا، ولكن ليست هذه الصلة التي نبحث عنها. الذي نبحث عنه اليوم أيها الأحباب، من أراد أن يضاعف ميزانه ووزنه بالحسنات فليبحث في أسرته عن شخص قد قطعه، يعني خالة أو عمة أو كذا ما زارك ولا سأل عنك من سنة من سنتين، هذا الذي تكتب به إن شاء الله أنك من الواصلين، لأنك تحرص على أن توصل الرحم فلا تنقطع. أما الشخص اللي تزوره ويزورك فهذا أمر طبيعي وله أجر وأجر عظيم، ولكن هنا يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على معالي الأمور وأعلى الدرجات وأحسن المراتب، وهذا الذي نريد. في الدراسة ما شاء الله عليكم تبحثون عن 99 ويحق لكم هذا، بل حتى 100، وفي الوظيفة تبحثون على الدرجة الأولى حتى يكون راتب أعلى، وفي الأعمال التجارية تبحثون على أعلى نسبة، ممتاز. وإذا جاء في الحسنات نبحث عن أقل شيء، هذا تفكير سيء، وهذه تجارة غير رابحة. التجارة الرابحة أننا في الحسنات، في الأعمال الحسنة، في الأعمال الطيبة، في الخير والبر، نبحث عن أعلى ما يثقل الميزان بعمل بسيط سهل لا يكلف ولا فيه خطورة. إذا تعلمنا من خلال برنامج ضاعف وزنك فكيف نعمل عملا نختاره صغيرا في حجمه وفي جهده وفي وقته ولا خطورة له، ولكنه يطيش منه الميزان كدمعة في ساعة خلوة، يطيش منها الميزان دمعة من عين أم في الصومال، من عين أم في سوريا، من عين أم في ليبيا، من عين أم في اليمن، وفي كل أرض دون تخصيص، دمعة سرور وفرح بلقمة تطعم أبنائها، أو باستقرار وأمان، أو بخبر يعيد لهذه الدول استقرارها وأمانها. إذن هذه الدمعات دمعة قطرة ماء، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى غالية ويطيش منها الميزان. ولهذا أيها الأحباب دعونا نتعلم هذا الأمر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ما يروح علينا الوقت، وأنا أعرف أنه راح يقولون أن السيجمنت خلص أو الجزء خلص، أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رد على كثير من الأسئلة، ماذا نصنع مع القطيعة؟ ما النظام؟ ما القانون؟ ماذا قال منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ المسألة محلولة وسهلة، انظر إلى هذا الحديث. أيضا هذا الحديث يرويه الإمام مسلم، أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أتصل وأبعث مسجات وأزورهم وأدعو لهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي،
أنا أعطيهم الكلمة الطيبة والريق الحسن وسعة الصدر والهدية وهم يسيئون إلي وأصلهم وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني أفوت أخطائهم، أسامح، أعفو وهم يسيئون إلي ويجهلون علي، يشتمونني ويسبوا، وهكذا. ماذا كان الرد في منهجنا الآن الدنيوي؟ شنو الرد يا عمار لو واحد يفعل هالأفعال في كلام الناس العامة؟ ما تصنع؟ أتركه أم أزوره؟ عامة الناس بصراحة مركز بالفيسبوك. لو واحد يشتمك تزوره ويقطعك وتحسن إليه ويسيء لك، تزوره؟ تستمر في الزيارة له؟ مفهوم الناس العادي نقول لا، بس أنا أذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن هذا اللي توصله، هذا الذي تصله. طيب ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لئن كنت كما قلت، حتى يتأكد الموقف لك، لئن كنت كما قلت، يعني ما هذا اللي انت قلته كان صحيحا فكأنما، انتبهوا، ديروا بالكم يا قطاع، يا من يجهل على الآخرين، يا من يسيء إلى أهله بكلمة أو بفعل، انتبه لهذا الكلام الخطر جدا. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو التراب الحار في الرمضاء، ونحن في رمضان، كأنما تسفهم أي يأكلون التراب الحام، يعني أو كأنها يعني إشارة إلى عذاب في نار جهنم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني أنت عندك شاهد عند الله سبحانه وتعالى على قطيعتهم. أي معنى هذا الأمر؟ لا عذر لعمار، ولا عذر لي، ولا عذر لكن، ولا عذر لكم أن تقطعوا أرحامكم وإن قطعونا وقاطعونا وجهلوا علينا وأساءوا إلينا، فنصلهم كيف الطريقة والمقدار كل حسب قدرته وحسب استطاعته وحسب ما يتمكن. الحقيقة أنا حرصت اليوم من خلال هذه المعاني السريعة أن نصل بكم إلى بر الأمان في مضاعفة الأوزان من خلال صلة الرحم. طبعا أنا كم باقي سلاوي على الجزء الأول؟ باقي كتير، ممتاز. أنا الحقيقة استغربت من مشهد، تواصلت مع أحبابي في سوريا فأخبروني عن شهيد من الشهداء الشباب ذو 14 من عمره استبطأ الشهادة. يا ناس 14 سنة، لما سمعت هذه القصة ما جاء على بالي إلا سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه ورافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانا طفلين شبابين أعمارهم 14 سنة. فلما صف الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد يختار المجاهدين، فجاء رافع وسمرة فوقفا على أطراف أصابعهم، كانوا يترافعون على أطراف الأصابع حتى يراهم النبي صلى الله عليه وسلم طوالا. طبعا هذه ما مرت عليه، عرف، يعرف أنهم صغار، يبين من الوجه لا شنب ولا لحية، صغار 14 سنة. فردهم صلى الله عليه وسلم، ما قبلهم في الجهاد لأنهم صغار، فثم ما استطاع، يريد أن يجاهد مثل هذا الشاب السوري، ذهب إلى شيخي قال يا شيخ لقد تأخرت الشهادة، 14 سنة تأخرت الشهادة. فقال له الشيخ بما معناه أصدق، أصدق مع الله في سؤالك. فقال صدقت في سؤالي، أنا صادق في سؤالي. فاستشهد هذا الشاب بعد 6 ساعات من هذا اللقاء مع شيخي. الله أكبر. إذن في هذه الأمة مثل رافع بن خديج، في مثل هذه الأمة مثل سمرة بن جندب وأمثالهم من الشباب الذين أصروا على الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصغير مجاهدا في بلده. أيها الأحباب، 40 خديج أطفال في الشيشة في الغرشة في القنينة قتلوا في حما بسبب إطفاء الكهرباء لمدة 6 أيام. ما ذنب هؤلاء الأطفال الصغار؟ ما ذنب هؤلاء الأجنة؟ ما ذنب هؤلاء الخدج أن يقتلون؟ قتلوا من غير ذنب، هذا 40 طفل في جولة واحدة. السجناء، قتلوا السجناء ثم يرمونهم في النهر، أنا استنكرت هذا المشهد، ويكبرون ويشتمون، شيء غريب. فسألت حتى أطمئن هل هذا حقيقة؟ قالوا نعم، كانوا سجناء من حما رحمهم الله، قتلوهم. طيب قتلتموهم لعذر، لا نعذركم عليه، ولكن قتلت، اذهبوا بهم إلى أهلهم حتى يدفنون، أين كرامة الإنسان؟ لا نقول دين ولا نقول توجه، نقول إنسان أن يدفن، أعيدوا إلى أهله. رموهم بشتم وسب وقذف وتكبير إلى النهر بدمائهم تسيل، لكن ما يضير سلخشات بعد ذبحها، ما يضير، ولكنهم الحقد، لأنهم يحقدون ودمويون فيفعلون ذلك في الناس. فأقول حسبي الله ونعم الوكيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نرشد بأمر
من أمة الإسلام، من الأمة العربية، من ما نقول من المثلث الدولي، ولكن نقول لعل الله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الأمة من يعينها على الاستقرار وأن ينقذ الشباب وينقذ الشباب من هذا الحال. أسأل الله سبحانه وتعالى كل بلد في سوريا وفي اليمن وليبيا والجزائر وفي كل أرض الأمانة والاستقرار ورفع الظلم وإعانة الشباب على الخير. طبعا وقفنا عند الفاصل، خلنا ناخذ فاصل قصير حتى أنا طبعا هاي المواضيع تأثر فيني، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى ما باليد حيلة إلا هذا، فندعو لهم وادعوا أنتم كذلك معي، وناخذ فاصل قصير ثم نكمل ما تبقى في حلقة اليوم. خطى واثقة انطلقنا، نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناق. ورؤية مختلفة لشخصية، ثوب الدفة بانطباع جديد. حياكم الله معنا بعد هذا الفاصل القصير، ومباشرة حتى لا يضيع الوقت معنا يا عمار، ماذا تقول كراسة رمضان اليوم؟ فيها شيء؟ فيها أشياء. أوه ما شاء الله، يا توكل على الله عشان الوقت سريع يا عمار. إن شاء الله، بسم الله. عندنا الأخت آيات السودانية، ماذا حياك تقول؟ الله يا شيخ، إنني من أشد المعجبات بهذا البرنامج والمتابعين له، وأحرص على التطبيق العملي لكل ما تقدموه، فكل ما تقدموا يشع إشراقا وضياءا ويزيدني فخرا بكم. شكرا لك يا آيات، سأل الله إن شاء الله يبارك لك في وقتك وجهدك، وشكرا لهذا الإطراء. كمل. خالد يقول: كيف يمكن للمرء أن يعرف بأن وزنه يتضاعف في وبعد رمضان، وهنالك من يبيت المعصية بعد شهر الصيام؟ وأرجو دكتور أن تبين أن الصيام لا يعني أن نرفز وفقدان الصبر، وإنما هو زيادة في الحسنات. على فكرة، حلو يا عمار، مر أسبوع ولم نرى فيه وزنك يتضاعف يزيد، أرجو بأنك تتغذى جيدا وشكرا. أظهر أنت خايف من الميزان، خايف من الميزان. طبعا بالنسبة، شكرا لك يا خالد. بالنسبة لي قضية النرفزة أو عدم النرفزة أمور شخصية. الإنسان الذي يريد أن يصحح صيامه معروف، الصيام معروف، مبطلات الصيام معروفة، مضاعفة الحسنات معروفة، الصيام معروف، مبطلاته معروفة. لكن هذا الذي نفعل، بعض الناس يقولون الأغاني نعم قد تجرح الصيام، العصبية النرفزة تجرح الصيام، لكن لا تبطل الصيام، لكن تجرحه، وقد تكون من السيئات ما تعادل الحسنات فيكون الإنسان خسر صيامه. لا نرجو هذا لأحد، والقضية شخصية، من أراد أن يلتزم ويحافظ على صيامه، إني صائم، هذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وإن سابه أحد إني صائم فليقول إني صائم، أن يعلن مع الله سبحانه وتعالى أنه قد ابتعد عن هذا الرد وعن حتى القصاص نفسه، لأنه صائم لله سبحانه وتعالى. أما عد مضاعفة الحسنات، احنا في كل حلقة نعطيكم منهج جديد، تقريبا عندنا 30 منهجية في قضية مضاعفة الحسنات، وبينا هذا، فتابع الحلقات السابقة تعرف كيف تضاعف حسناتك إن شاء الله. يلا يا عمار. طاهر: السلام عليكم، أنا اسمي طاهر، هجرت أصدقائي لأنهم سيئون ولم أجد صديقا صالحا بعد ذلك، وأنا الآن أعيش لوحدي منذ 6 أو 7 أشهر. طبعا هذا تكلمنا فيه أمس، تكلمنا عن هذا الكلام، شرحناه أمس عدل مضبوط. ابحث واستمر في البحث،
وقلنا لك طريقان، الأول أنك تصحح طريق أقرب واحد لك من الشباب اللي معك، من أقربهم إلى قلبك صحح مساره، أعنه، ادعو له في قيامك، ادعو له، بين له، وهكذا يتغير الأول ثم التالي ثم الآخر. وفي نفس الوقت الخط الثاني تبحث عن صحبة جديدة، المساجد ملأة، أماكن المكتبات العلمية ملأة، الأندية الشبابية ملأة، أخرج من البيت في أوقات معينة واذهب عن البحث وابحث عن، وستجد إن شاء الله في أماكن تجمع الشباب الأماكن الطيبة إن شاء الله. وين وصلنا؟ بيسان. يلا يا عمار، جزاك الله كل خير يا دكتور يا عمار وجميع فريق العمل. لصديقة كثيرا ما تشكو من كثرة الخلاف بين والديها، فهي تحتار كيف ترضيهما معا. ليس بالضرورة أن ترضي الوالد والوالدة في نفس الوقت، إذا اختلف الوالدان هذا أمر طبيعي، كل بيت فيه خلاف وفيه اختلاف، لكن نرجو أن هذا الخلاف يصل إلى حل، يصل إلى قرار، يصل إلى احترام، يصل. بعض البيوت قد لا تملك هذه المهارات، ما دورنا كبنين وبنات؟ نحاول قدر الإمكان، إذا شعرت أن تدخلي في الحالة بين الوالدين ينفع أتدخل، إلا إذا كان لا ينفع أغادر إلى غرفتي حتى ينتهون من مشكلتهم، أحاول أن أشغلهم باتصال، أحاول أن أشغلهم بسؤال بطلب معين حتى نخفف الوطأة. إنما إذا كنت أستطيع التدخل بمعنى أنك في سن مقدر عندهما وفي أحد ممكن تقبل، يا الوالد ممكن علشان تفضل، يا الوالدة خليني أنا أساعدك أوصل الرسالة الفلانية. طبعا فن إدارة الخلاف هذا يعتبر تخصص علمي وفيه بعض الكتب في بعض المؤلفات، فأنا أريد أن أدخل الآن في هذا التفاصيل، لكن ثلاث أمور مهمة جدا دورنا كبنين وبنات في حال وجود خلاف بالعائلة: واحد، التهدئة، نهدئ ما استطعنا ذلك سبيلا. اثنين، إشغال أحد الطرفين حتى يخف شوي، تخف حدة هذا الخلاف. رقم ثلاثة، التدخل إن استطعنا وإن غلب الظن أننا نستطيع ونتمكن من حل هذا الخلاف فلا بأس، وإلا يكفينا الدعاء ونتركهما يتزاعلان يتخاصمان ثم يعودان، هذا حال أغلب البيوت. وين وصلنا يا عمار؟ أرجو إعطاء نصائح تفصيلية للأبناء الشباب الصغار في تحسين أسلوب الكلام مع الأبوين وخفض الصوت في ذلك، وكذلك إعطاء الآباء نصائح في كيفية تقويم سلوك الأبناء الهجومي والعصبي، أرجوكم أفيدوني. أنتم تعيد هذا برنامج، برنامج كامل عندي، برنامج كامل قد عرض مرات وتكرار على قناة الرسالة، اسمه المراهق المبدع. الحقيقة يعني أظلم الموضوع أنت تحدث عنه هكذا. أنا ذكرت كتاب من الكتب اسمه في قبل حلقة أو حلقتين، فن اللي هو كيف أقنع أبنائي بالحوار الناجح، هذا يهذب طريقة التعامل الحوارية بيننا وبين أبنائنا. أما الأدب وهذا تعليم، يعني نتكلم إحنا عن حياة، من علم أبنائه كيف يتأدبون معه أي كيف يحترمونه في حواره سيعرف، لكن إذا واحد وصل بلغ سن معين مثل السؤال اللي أمس اللي عندها ابن أظن 5 سنوات عندها مشكلة معه، فأنا أعتقد هذا الأمر فيه جانب مكتسب من البيئة. يعني أنا أريد ابني أن يتأدب معي وأنت لا تتأدب مع زوجك، ما يحدث، ما يصح. إذن لابد يكون الجو العام فيه أدب واحترام، وكذلك بالتعليم، ونصبر عليه حتى إن شاء الله يتعلم. من معانا يا سيلاوي؟ معنا أخت زينب من العراق، تفضلي يا زينب. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء على هذا البرنامج. لك مثله، تفضلي يا زينب. دكتور بس بالنسبة لصلة الرحم. نعم. إذا الوالدين يعني من نوع شوية عصبيين وقاطعين بالنسبة لبعض الأقارب، هل الأبناء يحاسبوا إذا لم يصل الأقرباء؟ شكرا لك يا زينب على هذا الاتصال وعلى هذا السؤال، وأيضا أكثر من شخص سأل تقريبا نفس السؤال من خلال التويتر أو الفيسبوك. إذا كانت القطيعة على مستوى الآباء، هل هذا يجري على الأبناء؟ لا، ليس من حق الآباء منع البنين والبنات من زيارة الأرحام. إذا أنا عندي خصومة مع أحد الأقارب هذا يخصني أنا، وأنا أتحمل هذا الإثم إن كان فيه جانب قطيعة فوق 3، لكن ليس من حق الآباء والأمهات منع البنين والبنات من صلة الرحم إلا في حالات نادرة، إذا غلب الظن على أن استمرار هذه العلاقة ينتج عنها ضرر، كأن يكون في مثلا ابن خال، ابن عم منحرف، يشرب خمرة، عنده مشاكل جنسية، عنده مشاكل انحرافية اعتقادية، فغلب الظن عندي لو ذهب أبنائي هناك قد يمسهم شيء من هذا، وهذه حالات نادرة. إذن الأصل إذا كانت خصومة بين الكبار لا يمنع الصغار من الصلة، لكن إذا حاول البنين والبنات أن يصلوا وما استطاعوا منعوا
فتبقى النية أنهم يصلون، فيحاولون بالاتصال، يحاولون بالمسج أو بالسؤال عن طريق الأبناء عن طريق كذا، لكن نبتكر طريقة للصلة حتى لا نتسبب بزيادة من القطيعة. فإذا المسألة تحتاج إلى موازنة، الأصل لا يحق للآباء المنع. اثنين، إذا منع الآباء البنين والبنات لضرر متوقع نطيع، إذا كان المنع هكذا عاما فأنا أصل بطريقة لا تزعج والدي وكذلك أيضا تصلني مع أهلي وهذا الأولى. وأقل الصلة الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويبارك لهم في حياة أولادهم، وهذا أقل الصلة، وإن كان ما أعلى منه أن تكون هناك صلة تواصل هذا أولى. وهذه أمور شخصية لا يقاس عليها العموم، كل أسرة لها قضية تستفتي فيها على حدة. فأشكر لك هذا السؤال يا زينب، والأصل أن تصلي وإن تخاصم الكبار. في عندك شيء؟ إيه؟ قول لي قبل ما يتصل بسرعة. السلام عليكم. أطلب من كل مسلم أن يسعد اليوم والديه إن كانوا أحياء أو يقدم صدقة عليهما إن كانوا أموات ويطلب الرحمة لهما في الحياة والممات. عليكم السلام، هذا طلب واضح، أسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجرك والناس تستجيب. تفضل. شكسبير: ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. شكرا على هذه المشاركة. تفضل. طبعا على فكرة أنا لغاية يمكن آخر سنة في الثانوي وكانت الصاحبة هي الوالدة، فلما أنتهي من المدرسة أذهب إلى النادي، أنتهي من التدريب أرجع إلى البيت، فعلا أخذ أتعشى، أجالس الوالدة أتعشى ثم أضع رأسي على فخذها وأنام، وكثير من الأحيان كانت تسندني إلى غرفتي، ما كنت أصحو من التعب وكنت نايم، فتسندني ترفعني إلى غرفتي. فرحمها الله، عانت معي كثير من الدلال والدلع، لكن هذا كلام صحيح، فخذ الأم أحلى وسادة في العالم. تفضل. السلام عليكم يا دكتور، أنا فتاة جريئة جدا أقول كلمة الحق في الوجه مباشرة، إذا لم يعجبني شيء أقوله بكل صراحة، لكن هذه الجرأة تخلي الناس يتضايقون مني، أرجوك 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 يا دكتور بما تنصحني. أفردت ألبوما أسميته دعونا نتصارح، فن المصارحة. المصارحة فن. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هو يعرف أن عمار وإبراهيم وحمودة هم فعلوا هذا الفعل، ولكن لا يقول لهم حتى لا يجاهرهم أمام الناس. صلى الله عليه وسلم كان حريص على القلوب والعقول، فكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يلمح. ليس في كل شيء نصرح، مرات نلمح، مرة نعطي إشارة وهكذا، هذا فن نتعلمه. فيا ابنتي، ليس لأنك صريحة معناتها تقولي كل شيء في أي مقام، في لا، لكل مقام مقال، هناك مصالح تقاس، هناك مفاسد تقاس، هناك قواعد شرعية. يا ناس يا أحباب، تعرفون هناك في شرعنا العظيم أكثر من 120 قاعدة فقهية للموازنات وللأولويات ولاتخاذ القرارات. فليس هكذا الإنسان لأنه قوي يظن أنه قوي وعنده منطق في الحوار أنه يلقي بالكلمة، لا، يجب أن نحسب حساب هذه الكلمة، لأنها إما تدخل نار وإما تدخل جنة، وإما تشعل نارا بين الناس وإما ترأب جرح بين الناس. ولهذا يا ابنتي شكرا لك، تعلمي فنون المصارحة، وليس كلما أردت أن تقولين إلا إذا غلب الظن عندك أن هناك مصلحة من هذا القول. دكتور ناخذ تقرير ونرجع حق المشاركات. عمار انت مو ملاحظ انك تتدخل حتى في شؤون حلقتي يا عمار؟ ما هذا الذي تصنع؟ اليوم راح اطيعك، بس مره ثانيه لو سمحت لازم تستاذن. احنا مو قلنا شكرا واسف واستئذان؟ دكتور انت تميزت في شكرا وتميزت في اسف وفاتت عليك. استاذن. اليوم انا راح اطيعك. حاضر يا ولدي يا عمار، تفضل عرض تقريرك. تفضل. استاذن دكتور من العرض تقرير اليوم. خلاص يا حبيبي اعرض، توكل على الله. عواشر مبروكة؟ لا صراحة عواشر، والله هذه أول مرة أسمع فيها سيدي. العشر الأواخر عواشر مبروكة، العواشر الأخر الشوربة، آخر عشر الأواخر يعني العشر الأواخر من رمضان. عواشر يعني من عشرة، ممكن تكون عشر أوائل عشر أواخر. عواشر والله هي العواشر المبروكة، هي العشر الأواخر يعني العشر الأواخر من رمضان. عواشر مبروكة، لا والله يعني الليالي المباركة مثلا. عواشر مبروكة، أيام مباركة يعني.
أول مرة في التقرير ما في أحد يحسن معرفة المعلومة أو يجيب عليها، فما ظنكم أن أجيبوا عن الكلمة أم نتركها لكم تتداولون؟ طبعا أهل الجزائر يعرفون عواشر مبروكة أي جمعة أو لقاءات مبروكة، وعواشر من العشرة من جمعة الناس، فشكرا لأهل الجزائر، عواشر مبروكة أي لقاءات واجتماعات إن شاء الله طيبة. شنو باقي عندك يا عمار، تعرض ولا نبدي بفقرتنا؟ إن شاء الله التقرير دكتور نكمل. بعد في تقرير؟ الكراسة. الكراسة ما شاء الله عليك، شكرا لك أنك ذكرتني، تفضل. احنا أمس لعبنا لعبة سميناها طبعا النظرة الثاقبة. كراستنا دكتور مشاركات. كراستك. ما خلصنا مشاركات. دكتور زعلون علينا. تفضل تفضل خلاص، احنا قلنا اليوم للناس بس شكلي أنا لازم أحب أقدم، أحب أعطي، شو أسوي؟ تعودت على كذي. وين وصلنا بالكراسة؟ ظنيتني خلصنا الكراسة. السلام عليكم، شو تقول؟ خلصنا هذه الدكتور اللي كانت تتكلم تقول إن أنا خلصنا صراحة. اللي بعدها تفضل، توكل على الله. حفصة الريفي، أنا حفصة من المغرب، وقعت لي البارحة مشكلة مع أمي، وهي أن أختي الصغرى التي عمرها 11 سنة لا تحترمنا، وعندما نشتكي للوالدة منها فهي لا تنهاها بل على العكس تنصرها وتغضب علينا لأتفه الأسباب، حتى أنني ظننت لمرات عديدة أنها تكرهني. لا أعرف ماذا علي فعله لكي ترضى عني، هي الآن لا تكلمني، فماذا أفعل؟ من اللي مقاطعتها، الوالدة ولا الأخت؟ الوالدة عندها مشكلة معها بسبب أختها الصغيرة. لا بس القطيعة مع من؟ بين الأخت الكبيرة والأم. بالأم، ممتاز. طيب بس احنا قبل ما نجيب على السؤال معانا اتصال من الإمارات، من معانا؟ من عمان، أم تقى من عمان، تفضل يا أم تقى. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم تقى. كيف الحال؟ بخير بفضل الله سبحانه وتعالى، تفضل يا أم تقى. الله يسلمك، بس دكتورة حابة أسأل من هم الأقارب اللي واجب علينا أن احنا يعني نتواصل معهم دائما؟ حاضر، في سؤال ثاني؟ وهل أبناء العم وأبناء الخال واجب علينا صلتهم؟ حاضر، شكرا لك لاتصالك يا أم تقى. طبعا باختصار شديد، الأرحام المباشرين اللي هما الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وقبلهم الوالد والوالدة والجدان، الجد والجدة وما فوقهم، والجد والجدة من جهة الأم كذلك. هذه الأرحام المباشرة الأعصاب هذه يجب أن تكون عليها طبعا. وأما إذا كان زدنا عليها أبناء العمومة أو أبناء الأخوال، طبعا هذا أيضا من البر من الإحسان، لكن هنا تتساوى المسألة. إذن كل إنسان، طبعا نحن نتكلم عن الوجوب، أنت سألت عن هذا، لا يعني واجب طبعا. في نفس الوقت كذلك واجب على العم وعلى الخال. بعض الناس يظنون أن الوجوب فقط على الصغير تجاه الكبير، لا، الوجوب صلة الرحم هي ليست مختصرة على أحد، إنما هو تنافس وتسابق بين الأخوال والأعمام وأبنائهم في صلتهم. أما أبناء العمومة مع أبناء العمومة، أبناء الخوال مع أبناء، هذا من البر، والأقربون أولى بالمعروف. إذا أنا عندي ساعة زيارة، أبناء عمومتي أولى من الصحبة، وهكذا. فإذا الأولوية لهم، والوجوب يعني سأل الله سبحانه وتعالى لا نصل لمرحلة أني أنا أزور لأنه واجب علي، إنما أزور لأني أريد أن أصل، تكون النية أنني أريد أن أصل رحمي، وهم الأخوال المحارم بشكل عام كما أجيها، والله أعلم. نرجع حق سؤال الزعم. حفصة. حفصة، طبعا قد يكون الصغير ذو حظوة وهو صاحب الحظن ويكون عنده شيء من الدلال، فهذه نصيحة للآباء والأمهات. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتبهي يا أمه وانتبه يا أباه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، ثلاث مرات يكرر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين أبنائنا. فما يصح للأمهات أو الأباء أن يفرقوا بين البنين والبنات، أو البنات والبنات، أو البنين والبنين لأي سبب إن كان، إلا في أمور التأديب والتعليم. ولهذا أرجو رجاء كبير جدا منا ككبار أن نحسن هذا. وأيضا إذا بدر من الآباء والأمهات، كما بينا يا ابنتي أمس في الحلقة، إذا أساءت الأم أو كان منها فظاظة أو ما أحسنت، أنا ما أغضب، ولكن أحاول أتفنن في إرضاء والدتي، وأتفنن في كسب أختي الصغيرة. اكسبيها، تعلمي كيف تكسبينها، لا تجعلين الشيطان بينك وبينها. ومرحلة السنية هنا لا تفرق، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، ليس لها جنسية، البر ليس له جنسية وليس له دولة وليس له بطاقة. الخلق هذا أساس في حياتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يجالس جنبه من كان أحسننا أخلاقا. فيا بنتي سابقي في كسبها، ولك الأجر إن شاء الله من معانا يسأل أول. معانا الأخت أم بيان من عمان، تفضلي يا أم بيان.
السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت دكتور، أنا عندي مشكلة مع واحد من إخوتي. تفضلي وباختصار يعني بيان. أيوة، عندنا أخو يعني دائما صراحة لا يسمع النصيحة، ودائما يعني يكذب، ودائما يتسلف بدون ما يكون عنده يعني مردود. فدائما صراحة أختي يعني كلهم تعبوا من مشاكله، ودائما يسددوا عن ديون، ودائما يطلعوا مرة من السجن وكذا. بس الحين سوى مشكلة كبيرة عندي. طيب أسمعك. أيوة، الحين عمل مشكلة بحيث أنه رسل إلى زوجي رسالة يوضح فيها أني أنا على علاقة بشخص آخر، وأنه أبنائي ليس من أبناء زوجي، ليس من زوجي، يعني أنني وقعت الزنا والعياذ بالله. فأنا الحين صراحة رافعين عليه قضية. ما أعرف إيش ردكم. هل حاولتي أيوة؟ هل حاولتم علاج المشكلة وديا بينكم وبينه؟ حاولنا عدة مرات نصحه وإرشاده وتوجيهه، ودائما، ولكن صراحة بدون فائدة. دائما يعني الكذب عنده، ودائما سيئة معاملته لأبنائه. خلاص خير إن شاء الله. فإحنا صراحة هذه التهمة القذف، يعني رماني بالقذف. وضحت الصورة، شكرا لك يا أم بيان، تسمعين إن شاء الله تعليق على هذا الحال. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرئب هذا الصدع الذي بينكم، طبعا لظروف أنا لا أعرف التفاصيل، ولكن أنكم قدرتم حاولتم مرارا وتكرارا النصح والإرشاد والتوجيه، ولكنه استمر في هذا النوع من الضرر، وأنتم يعني اجتهدتم ورأيتم أنه رفع قضية حتى توقفنه عند حده فلا بأس، وهذه حالة خاصة ليس هذا الأمر. فأنتم إذا كانت هناك معالجة الموقف من خلال القضاء هذا أمر مستحب لا بأس به، لكن أرجو أن لا يسقط هذا على أبنائه وعلى زوجته وبينك، فتبقى العلاقة مستمرة لا تنقطع الصلة، ولكن هو الذي يؤدب، وإذا إن شاء الله حسنت أخلاقه وتأدب وعاد فتعيدون له الفرصة، وإن استمر على غيه أسأل الله أن يهديه ويصلحه إن شاء الله فأنتم بعيدون عنه، فلا بأس أن يؤدب، وهذا من البر ومن الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال انصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ ظالم كيف ننصره؟ قال أن تأخذه على يدي. فأنت يا أختي بهذا الفعل تأخذون على يدي، تعلمونه الخير، وإن شاء الله يعود ويؤمن الله سبحانه وتعالى وتعود الصلة إن شاء الله. إيش باقي عندك بعد يا عمار؟ في عندنا مشاركات دكتور. يلا خلص يا عمار، شد حيلك شوية. أنت لما قلت يا أبنائي ويا بناتي قوموا قبلوا رؤوسا وأيدي والديكم، زين، أنا كنت أشاهد الحلقة مع ماما وأبي، زين، وقمت وقبلت رأسيهما، فقال لي أبي: لم يبقى لا والدين صالحين ولا أبناء مطيعين. أبناء مطيعين، ولم أجد كيف أرد عليه، وقلت له سأقول للدكتور وهو يجاوبك، رجاء يا عمار اختار مشاركتي فأبي في الاستماع. ليش تدخليني يا بنتي بينك وبين أمك وبوش؟ ما يصير دخلوني بينكم بين الآباء والأمهات، هم أولى بالطاعة والعبادة. ولكن خلوني أخذ هذا الاتصال ثم أعلق على هذه الرسالة. من معانا يا سلاوي؟ أم نور من العراق، تفضل يا أم نور. هيا يا أم نور. حياك الله يا أم نور، تفضلي. أني معجبين هواية هواية ببرنامجكم. هذا شرف لنا يا أختي. بدي أخابر من شمال العراق، من كردستان. حياكم الله، تحية لك ولكل من يتابعنا من كردستان، تفضلي. الله يخليكم، الله يطول عمرك. بس عندي سؤال، عندي ولد كلش عصبي، يعني من كان مريض طفولته، من تمرض الدكتور قال من يكبر هذا يصير كلش عصبي. عمره 11 سنة، هسه كلش عصبي، ما اقدر نحكي وياه. يا ام نور، كاني سمعت 11 سنة قالت؟ اي نعم 11 سنة صح؟ طيب معانا الاخت مها من عمان، تفضلي يا مها. هيا يا مها. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا مها. الو انت على الهواء، تفضلي. ايوه يا دكتور، ممكن لو سمحت انا عندي سؤال. تفضلي. يلا يا مها تفضلي سؤالك. دكتور انا امي وابوي منفصلين، يعني مطالقين هما. نعم. من فتره، بس الوالده الحين تركت البيت ومو راضيه ان هي ترجع مع الوالد في البيت. يعني حابه تعيش الان منفصله عن البيت اللي انتم عايشين فيه؟
ايوه وكنا حاولنا، هي في منطقه ثانيه. خير ان شاء الله. حاضر، شكرا لك يا مها وعلى اتصالك. لحظه، انتم الحين سلاوي تعطون اتصالات، شلون اجاوب عليها انا؟ ما لازم اتذكر، عندنا العراق الان وعندنا عمان. بالنسبه لي اختي من العراق، شكرا لك يا ام نور. بالنسبه لي ابنك الابن الحادي عشر عصبي كثير. العصبيه هذه اما تكون موروثه، يعني ماخوذه من نمط الاهل، او تكون مكتسبه من جو البيت اللي فيه نرفزه. ومن طريقه كلامك يا ام نور، يا ام نور، كلامك فيه نوع من الانفعال، فاعتقد ان بيتكم يحتاج الى نوع من التهدئه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أشغليه بنشاط حركي، خليه يطلع يلعب، يلقى مع بعض الزملاء، خليه يمر في بعض الأعمال اليومية اللي فيها نوع من الجهد. الأمر الثالث، لما يكون هادئ اجلسي معه وافهمي ما هو سبب هذه العصبية والنرفزة. قد يكون هو ناتج عن تعامل منك أو من أبيه، قد تكون عنده بعض الحاجات، لأنه يمر في مرحلة البلوغ، والبلوغ له فورا انفعالية طبيعية. وأنصحك بقراءة كتاب فن التعامل مع مرحلة المراهقة، كتاب لي صغير، يعينك إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. بالنسبة للأخت مها من عمان، ربي يحفظكم إن شاء الله ويستركم. الوالدة اختارت، وهي امرأة راشدة وتملك قرارها، هي اختارت أن تخرج عن البيت لأسباب أنا لا أعلمها، لن أتمكن من النصح، لأني ما أعرف الأطراف الأساسية. والدك وأمك هم ليسوا الآن معنا. الذي أنصح به يا أختي ربي حفظك، اجلسي مع الخال، يعني شخص كبير في العائلة، خال، جد، عم، له يعني حظوة وله مصداقية في الأسرة، وجهه له كلمة، فيجلس مع الوالدة، يجلس مع الوالد، لعله يصل إلى حل وسط. ولكن أنت مطالبة بصلة الأثنين، تصلين الوالدة وتصلين الوالد، حتى وإن تباعدت المسافة بأي طريق تتمكنون منها، حتى لا تقعون في القطيعة. وكليهما مقدر، الأب والأم، وإن انفصلا، فإذا انفصلت العلاقة الزواجية، البنوة والأبوة لا تنفصل. ربي يحفظكم وإن شاء الله يكون بيتكم مستقر. معنا جابر من الإمارات، تفضل يا جابر. طبعا معركة بين عليكم السلام، معركة بين مجموعة السلاوي اتصالات ومجموعة عمار من الإنترنت، من يكسب؟ تفضل يا جابر. مرحبا الساعة. أهلا بك، ساعتنا أبرك يا جابر. كيف الحال؟ ربي يجمل حالك ويبارك في عمرك. شنو مشاركتك اليوم يا جابر؟ هي. والله طال عمرك ما عندي مشاركة، حاب أشكركم على البرنامج هذا. الله يطول عمرك. صراحة البرنامج يعني ولا أروع القنوات كلها للتلفزيون صراحة. بارك الله في عمرك. ما عندي أي مشاركة، حاب أشكركم على البرنامج هذا بس. تسلم، وتحية لك يا جابر ولكل أهل الإمارات من خلالك، شكرا لكم متابعتك. طيب الآن تقدر تخلص اللي عندك بدقيقة؟ بدقيقة؟ وإذا ما تقدر نأجل شوية منه، يعني إذا ما تقدر، يعني إذا تقدر خل نخلص، خل نحاول. يلا خل نحاول، أخلوها دقيقتين عشان بس نخلص اللي عندنا. يلا تفضل. بس في عندنا هذه اللي قالت إن شلون أرد. بالنسبة للأب، والدي الفاضل وأمي الفاضلة، الخير موجود ومعقود، والشباب فيهم خير كبير. يعني قد يكون يا بنتي الأب، قد يكون يعني ما في والدين صالحين، يقصد كالنماذج الراقية كما كان صلى الله عليه وسلم وفي وقته، ولا في أبناء مطيعين كذلك كأولئك الذين كانوا أسلافنا وقت جدي وجدة. لكن اطمئني، الوالد قاعد يتغشمر ويضحك ويمزح معك، أنت طيبة، ولولا أنه قد أحسن تربيتك لما قمت وقبلت رأسه والأم. فهو هو أب طيب وأمك طيبة وأنت مطيعة، ولكن نحتاج أن نطور هذه العلاقة الأبوية البنوية حتى تكون كما كان في أسلافكم إن شاء الله. فأنا متفائل، ولو سمحت يا أبوها، واسمح يا أم، قوم طيب خاطر بنيتك، احتضنها على صدرك، أقول أنا أمزح معك وأريد منك كذا وكذا وكذا، حتى تطمئن إن شاء الله بنيتنا. مش كثر باقي معك عشان أقدر بعد الفاصل؟ في عندنا يمكن شيء 10 مشاركات. عيل ناخذ فاصل أحسن، خلونا ناخذ فاصل قصير أيها الأحباب، نستريح فيه ثم نكمل ما تبقى في حلقة اليوم.
خطى واثقة انطلقنا نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناق. ورؤية مختلفة لشخصيتك. ثوب الدفة بانطباع جديد. حياكم الله معنا بعد هذا الفاصل القصير، وما شاء الله اتصالاتكم ما رادت تنقطع، لكن لازم اخلص الموضوع اللي عندي. عمار خلنا ناخذ بسرعه بعجاله لعبتنا امس، كان اسمها النظره الثاقبه. لما جبنا الشباب حبينا نوصل لكم رساله من اراد. عندنا ثلاث اهداف رئيسيه حطنا ما شاء الله. نظره الشعار، شعار هذه اللعبه او هذه النظريه، خلوا بيني وبين ذاتي. لو سمحتوا يا ناس، انا حاوز اركز، اللي يريد ان يتعلم كيف يركز على ذاته، يركز على نفسه. بمعنى عندنا ثلاث اهداف رئيسيه لهذا النوع من اللعب. واحد، تنميه التركيز الذهني، كيف اجمع بين فكري وعيني ومشاعري في بؤره واحده. هذه اهم قضيه لرفع مستوى الاداء في كثير من الامور. اذا بالنسبه لي، إذا كان الهدف عندنا ثلاث أهداف الحقيقة، اللي حاب أن يحقق هذه الأهداف الثلاثة، تنمية التركيز الذهني، تنشيط استخدام الحواس، اللمس والشم، هذه حواس إذا ما استعملناها تضعف، اللي تعتمد فقط على النظر يغفل عن باقي الأمور، عن السمع واللمس إلى آخره. ثلاثة، استثمار الخلوة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عبادة الآن مهجورة، كان يذهب إلى غار حراء فيتأمل ويتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، فهذه العبادة الآن مهجورة. فإذا هذه اللعبة اللي راح نلعبها إن شاء الله بهذا النظام، الأسبوع الأول موجود عندك، نحط الإجراءات كيف نحقق. طبعا اللي يلعب اللعبة ما الآثار المتوقعة؟ واحد، الهدوء. اللي عنده أولاد صغار كثيري الحركة ويصرخون وعندهم صخب وكذا، علموهم هذه اللعبة. هدوء، سكينة، تثمين النعم، التفكر والتأمل، التركيز الحسي، أركز كالحركي مثلا، تطوير مهارات الدراسة، هذه آثار متوقعة. ما المطلوب منا الآن يا أم عبدالله أبو عبدالله؟ نلعب مع أطفالنا الكبار والصغار بهذه الطريقة. أسبوع الأول تغمية العين، مثل ما طبعا تروحون الأم عبدالله فصلي خياطة مثل هذه بحيث تكون مريحة، نغمي العين من 30 دقيقة إلى 120 دقيقة في الأسبوع الأول يوميا، لكن كله لعب، نلعب مع بعض، نبحث عن بعض مع الأطفال. الأطفال الصغار ممكن يشيلها بعد دقيقة، ما عندي مانع، لكن نحن نلعب هذه اللعبة جماعية في الأسرة. أنواع اللعب طبعا في شروط الأمن والسلامة. الأسبوع الثاني تغمية العين من 60 دقيقة إلى 120 دقيقة، لعب وأعمال، لعب مع تنظيف، لعب مع حمل أشياء، مع ترتيب فراش، مع تثنية أو تصفيط الملابس، بشرط تكون أمور ليس فيها خطورة، نوع من أنواع الحياكة اللي ما فيها خطورة. الأسبوع الثالث تغمية العين من 90 دقيقة إلى 120 دقيقة، طبعا مرة واحدة في اليوم، ثلثه لعب وثلثه أعمال وثلثه تأمل وتفكر فقط، أجلس أتفكر بنفسي بخطة حياتي. من الأسبوع الرابع وما بعد كل يوم 30 دقيقة منوعة بين لعب وأعمال وتفكر وتخطيط على طول مدى الحياة. ماذا سنكسب؟ سنكسب الأهداف الأساسية، راح يصير في عندنا أمر مهم جدا، وهو راح يكون عندنا تركيز عالي جدا، راح يكون عندنا تثمين للنعم، راح نعرف قيمتها وتنمية الحواس، وراح يكون عندنا استثمار مميز للخلوة، فيعرف الإنسان كيف يختلي بنفسه وإن كان جالس بين الناس في انتظار الطوابير. تعرفون الأجانب في الطيارة يقرؤون، في الرحلات يقرؤون، في الانتظارات يقرؤون. لماذا؟ لأنه يعرف كيف يركز فيستثمر اللحظة باللحظة، وهذا جزء من تطوير الحسنات، أننا نستثمر لحظة بلحظة. إذن هذه اللعبة النظرة الثاقبة تعلمنا هذه الأشياء إن شاء الله. في شيء ما قلته باقي؟ التنبيهات، بس تنبيهات بسرعة. راحت خلاص؟ وين التنبيهات؟ ممتاز. تنبيهات سريعة، ألعاب هذه طبعا اللعبة اللي أمس هذه إحنا عملناها، هذه مبتكرة وليس لا تباع في الأسواق.
ألعاب شرط الأول أمن وسلامة، لا ضرر لأحد لا أطفال ولا كبار. اثنين مراعاة المرحلة السنية في فهم اللعبة. ثلاثة مشاركة الكبار للصغار ليس وحدهم. أربعة التخطيط المسبق للعبة حتى نعرف ما المآل الذي تصل إليه. احترام النظام المتفق عليه. زين أنا الحين أبي ألعب مع عمار الحين ولا بعد شوي؟ يلا عطنا أم بدر من الكويت، تفضل يا أم بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم بدر وقتك قصير. إن شاء الله بارك الله فيك. كان عندي ولدي 20 سنة عمره، موظف ما شاء الله، يحن علي وده أنه اخطبوا لي بتزوج، ما أبي أخربط، ما أبي ألعب، ما مش عارفة إيش من هالكلام هذا. زين. فأنا أشوف أنه بعده يعني لحد الآن مو هو عارف حتى يعني حتى راتب الشهري مو عارف يتحكم فيه، يتصرف فيه، يصرف بأسبوع ما عنده مشكلة. أم بدر أنا متخوف. أم بدر وسع صدرك عليه. هل هذا قرارك الشخصي؟ قرارك ولا انت مع ابوه قعدتي مع اخوانه واخذتوا انه هو مو جاهز؟ اي نعم، اخوانه مع الوالد كلنا. ممتاز. الوالد يقول ابوه يعني بس مبدر اسمعيني باختصار. مبدر الله يحفظك، اذا انتم قعدتوا كعائله وصار في عندكم ملاحظات نعم. معينه صح؟ اي نعم. ممتاز. الان اللي مطلوب منك، انا اقول انا موافق، قولي تعال يا بدر انا موافقه وابوك انك تتزوج ومبروك عليك ويا بيبي. يا بيبي لو ليش خلي يستانس ويطامر فر قلبه. قولي بس عندنا شريط صغيرونه. طيب. حديد انت شنو يبغى؟ نبي منك واحد اللي هو النواقص. عندك واحد اثنين ثلاثة، عندك أربعة أشهر أو خمسة أشهر، كمل هالنواقص اللي عندك وحنا إن شاء الله بالشهر السادس تكون هالأمور اكتملت عندك ونجيب لك بنت الحلال اللي تعجبك. أعطوه أمل، أشعروه أن في فرصة له، وعطوه شروط سهلة وبسيطة لو سواها يتزوج. فأنا أعتقد يا أمي دام ولدك يبي يتزوج لا تردينه، ووسع صدرك عليه، ورب إن شاء الله يوفقك أنت وياه وتيت إن شاء الله تشنة طيبة. شكرا لك يا أم بدر. معنا سارة من قطر، تفضلي يا سارة. أنت مغلوب اليوم يا عمار، سلاوي مبتسح. عليكم السلام، كيف حالك يا سارة؟ الحمد لله. شيخ عندي سؤال. تفضلي بسرعة يا سارة. في واحد قريبة أمه غيرت دينه وصارت تدعو إلى الدين اللي غيرت له. نعم. وهو هلأ ما عم بيحكي معه وقطع، فهل يعتبر هو آثم أنه ما عم بيحكي معه؟ شكرا لك يا سارة على اتصالك. طبعا ما يصح للأبناء أن يقاطعوا الآباء والأمهات مهما بدر منهم. الشيء الوحيد الذي لا يحق للبنين والبنات أن يطبقوه أو يعملوه بنصح الوالدين إذا طلبوا منهم أن يعملوا منكرا. لكن الأم غيرت دينها، هذا شيء هي مسؤولة عنه، الابن غير مسؤول عن دين أمه لكن مسؤول عن نصحها وتوجيهها، والبنت كذلك. إذن هو قاطع إن لم يصلها، ولا عذر لك يا ابني، لا عذر لك. إذا أنت قطعتها تؤكد الذي هي فيه، كيف تنقذها مما جرى عليها؟ تصلها وتجلس معها وتتودد إليها وتحبها، وإذا صارت فرصة للنصيحة فافعل، فهي أمك، وإن كان دينها كذا وكذا فهي أمك وتعبت عليك، فمن حقها عليك حقان، الأول أن تبرها كأم، والحق الثاني أنك تنقذها مما هي فيه. فهذه قطيعة لا تصح يا ابني، صل والدتك. يلا يا عمار حين فرصتك تخلص الرسائل اللي عندك عشان نلعب أنا وياك شوية إن شاء الله. خلوني أنا وعمار شوي، خلوا بيني وبين ابني، ابتعدوا عني يا سلاوي انت ويا شلتك اللي هناك. تفضل يا عمار، ايش رايك فيني وانا دافع عنك بقوه هالشكل؟ دكتور انا احبك من زمان. حتى انا بعد، بس يلا عاد خلص يا عمار. شنو يا اخي الله يرحم والديك، عطنا بس يعني سطرين، هذول كبار. كيف اكون قدوه لزميلاتي؟ فهن فتيات رائعات ومخلصات ولكنهم ليسوا على قدر كبير من الالتزام الديني والتفوق الدراسي، كيف اكون لهن قدوه لطريق الخير والتفوق ونكون صحبه خير صالحه بدون ان يشعروا اني اتكبر واستعلي عليهم أو أن أحس منهم بقدر من السخرية؟ لا أدري هل هذه السخرية فعلا قد توجد أم سهل. أنها محض خيال؟ فهمت سهل. ثلاث أمور على السريع يا بنتي. واحد، كوني معهن ولا تتعالين، استخدمي اللفظ السهل والكلام البسيط واستخدمي القصة المؤثرة. رقم اثنين، أنت بفعلك وقولك ولباسك كوني قدوة دون أن تتحدثين، كأنك تسيرين بالخير. الأمر الثالث، ادعي لهم أمامهم
بالكلمات الحلوة المحببة، ربي يزيدكم من فضله، شنو ما يحبون ربي يزيدكم مال وجمال، ربي يرزقكم ولد الحلال. خلي يسمعوا منك الكلمة الطيبة وهم سيتأسون بك إن شاء الله. من اللي بعده يا عمار ولا خلصنا؟ لا ما خلصنا دكتور. تفضل. ماشي دكتور. خالتي مقاطعة أمي بسببي لأني رفضت ولدهم، وما تبي تكلم أمي أبد لأنها هي الأخت الكبرى، ولما تتصل أمي ترفض تكلمها مع أن ولدها تزوج من أكثر من 4 شهور، وأمي صارت ترفض هم بعد تكلمها، ولهم أكثر من سنة على هذا الحال. أنا مستعدة أعمل أي شيء عشان يتصالحون. جزاك الله خير على الحرص، وهذه قضية أساسية. هذه أمك والثانية أمك، الخالة أم كذلك. طبعا الأمر تافه أن يصير في زعل لأن رفضنا ابنتكم أو رفضنا ابنها، هذا الأمر غير حقيقي. يا أمي ربي يحفظك، تعبدوا الله سبحانه وتعالى بالصلة، تعبدوا الله سبحانه. هذه أخت، يعني هذه من أساس صلة الرحم، الأخوة والأخوات من أشد الصلات اللي لازم تكون موجودة فيما بيناتنا، فلا يحق لك أن تقطعين مهما كان السبب. فيا ابنتي اعملي على الإصلاح، اعملي على الإصلاح. خالتي تسأل عنك يا أمي، يا خالتي أمي تسأل عنك، سلمت عليك، حتى إن شاء الله الله يصلح بينهم، وأنت استمري بالصلة وربي إن شاء الله يوفقكم ويعيدكم للخير. وين وصلنا؟ سلام على دكتورنا الكريم والمستقبل عمار الرائع وسلاوي ال أريد الإجابة على سؤالي. الله يخليك ما تطنشني. أوكي أنا أتخرج هذا العام من الجامعة، والمشرف على مذكرتي أستاذ نحن نخاف منه، فقولي كيف أتعامل معه، وأريد كيف أتخلص من أحلام اليقظة، وأنت أدرى ما أحلام اليقظة، والله يضاعف فز الجميع. أنا لا أقبل أحد يعبر بأي لفظ حتى عادي عن أحد من أفراد البرنامج، السلاوي ولا عمار ولا علي ولا كل الأفراد هنا عندنا نفس القدر. فلو سمحتوا تدعونا كلنا بالخير، تحبونا جميعنا، تنصحونا جميعنا، وأي كلمة تقال لأي واحد فيها تقال لي أنا شخصيا. لا تزعل يا سلاوي، بس أنا أنت ماسك عنه الاتصالات فلا تزعل، لا تزعل. معانا الأخت سلمة من إيران، تفضلي يا سلمة. سلمة من إيران. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من إيران. نعم أنا سلمى من إيران، لكن صوتكم لا يأتيني واضح. تفضلي. صوتكم لا يأتيني. أنا أسمعك جيدا، قولي سؤالك تفضلي. لكني لا أسمعكم بطريقة، لا أسمعكم بشكل غير واضح. متأخر صح. تفضلي قولي ما عندك. فقط أردت أن أشكركم على هذا البرنامج، وأردت أن أعرف متى إعادة هذا البرنامج بما أني بعيدة الآن عن التلفاز. مشغولة عن. شكرا لك ولاتصالك من إيران. والإعادة تأتي مباشرة بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة، يعني افتحي على قناة الرسالة في الصباح الساعة 5:30 تقريبا من توقيت مكة المكرمة، وبعد الفجر مباشرة تأتي الإعادة إن شاء الله. تفضل يا عمار. في باقي لك تقرير ثاني؟ اي نعم يا دكتور. انت احنا خلصنا، جاوبنا على ولا ما اجبنا على الاتصال؟ عواشر جاوبنا عليها، خلصنا. اذا ما قعدك تقرير ثاني. اي نعم. تفضل خلنا نسمع الكلمة الثانية ونشوف تعليقات الناس عليها. تفضل. لا سيران؟ لا سيران؟ لا سيران؟ لا لا سيران؟ يعني هي لرمضان؟ كلمة عربية هاي؟ آلة عصير يعني قمة الغمردين وغير ذلك في العناء؟ أنا توقعت إنه السيران، الشوام بيحكوا سيران يمشوا يطلعوا رحلة يطش هيك. لا ما بعرف. لا سيران؟ والله كأنها كأني سامحها إشي إشي فرنسي. هاي فرنسوا. الفانوس هذا، الفانوس. أما المدفع. أوكي. أو إنه يعني إيش بيصنعوا عليه حلو زي القطايف ماكينة القطايف. هي آلة تستخدم لإيقاظ الناس بالسحور. السحور صح؟ أداة تستخدم عشان تنبيه لوقت دخول صلاة المغرب صح؟ ما شاء الله كنت أنت وصلت، يعني شو اللي جاب المدفع إلى الحلويات والقطايف؟ الله يحفظك. يعني أنا والله أنت اللي تسأل. طبعا هو كان لا صغاء، هو عبارة عن آلة أو جهاز يصدر صوتا يعلن بالإفطار، شيء شبيه بالمدفع عندنا في الكويت أو بعض الأشياء الثانية، وهي طبعا كلمة تستخدم في المغرب
وهي لعلها فرنسية الأصل. عندك دقيقة تخلص باقي المشاركات اللي عندك يا عمار عشان نلعب أنا معك شوية قبل ما ناخذ الصلاة الأخيرة في الحلقة. تفضل. زينب اللي كانت تسأل دكتور تقول شو أتخلص من أحلام اليقظة ومن خوف من خوفي من الدكتور المشرف على التخرج. طبعا بالنسبة أحلام اليقظة يا أخي احلمي على كيفك طالما أنه لا يتحول إلى يعني إلى أمور ضارة. ده أحلام طيبة فيها رؤى فيها مستقبليات جميلة فلا بأس. أنا لا يعني لا هذا شيء جميل لكن يكون في الأوقات المتاحة ليس في وقت الصلاة ولا في وقت الدرس في المدرسة لكن في أوقات فيها من نوع من الاسترخاء لما تسكرين عينك وتسترخين احلمي كما تريدين. الخوف من المعلم علاجه سهل اذهبي وصارحي قولي يا أستاذ أنا أخاف منك أو أخاف من طريقتك أو أنا طريقتك ترعبني مصارحة بشكل من الأشكال أوصل له الرسالة فهو إن شاء الله قد يكون طيب لكن أسلوبه أو طريقته بالمكاشفة والمصارحة ممكن تعالجين هذا النقص اللي عندك إن شاء الله. خلصنا كذي في عندنا شوية تصاميم مشاركونا فيها الشباب حلوة يلا زين بروا آباءكم تبركم أبنائكم ممتاز طبعا انت على ما تعرض انا جاي لعندك عشان جايك وين تروح جايك يا امي ارسل نبضات نابضه بالاعتذار والندم نبضات ممزوجه بدموع الاسى والالم سامحيني ممتاز ضاعف وزنك صحيفه هاي كانها ايه قال الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذه صور من بعض من, من من مشاهد من البر تبارك الرحمن طيب يا عمار اتوقع هذه اخر صوره ويكون انتهينا وهذه مشهوره يعني سبحان الله هذه الصوره مشهوره جدا تكاد تكون في كل المواقع تعرض واسال الله سبحانه وتعالى ياجرنا وياجرهم ان شاء الله ويتقبل منا ومنكم قولوا امين امين خلصت اي خلصت طلعت اللي عندك كله طلعنا اللي عندنا اها انا جايب لك الان 1 2 3 4 5 حبات شايفهم شايفهم اذا جمعناهم مع بعض يسوون مكعب حلو كل مطلوب منك يا عمار انا ما راح اعطيك وقت كثير يا يعني راح أعطيك 3 دقائق فقط علشان يا عمار تحاول باستخدامك لحاسة اللمس طبعاً إنك تركب هذا المكعب الصغير اللي عندك والله يعينك جيب يدينك باردة كل هذا خوف وكل هذا رعب يا عمار بارد دكتور شوف هذه مربعة وهذه مثلثة كبيرة وهذا مثلث صغير وهذا أيضا معين وهذا مثلث صغير آخر حاول بإحساسك تركبهم على بعض توصلهم تعملهم مكعب على ما احنا نخلص اتصالات اللي جايتنا والله يعينك يا عمار عندك 3 دقائق حتى تحيل هذا اللغز الصغير إذن هذه واحدة من أنواع الألعاب من معانا في اتصال ولا أكمل شرحي طبعا اتفقنا أن النظرة الثاقبة هي عبارة عن ألعاب التركيز وألعاب الخلوة وألعاب الحواس مثل ما قاعد أسأل الآن مع عمار عنده أجزاء صغيرة لاحظتوا كيف صار هادئ الآن بزيادة طبيعة الإنسان لما تقل الأمور التي حوله من مثيرات فيهدأ فالذي يريد أن يعلم أطفاله الصغار كيف تقل حركتهم ويصير عندهم هدوء وسكون نفس وقلب نبدأ نلعب مثل هذه الألعاب فالإنسان يبدأ يجمع تفكيره وإحساسه في نقطة فهذا هو التركيز الذي نريد تحسن دراسته تحسن أخلاقه سلوكه تصرفاته ولكن ليس من جلسة واحدة مع الوقت الطويل بعض الناس صبرهم قليل فما نلعبهم مدة طويلة يعني لما نشوف عمار مش متحمل نرفع عنه عمر أمس مثلا شعر بالنوع من الملل مع الوقت راح يستمتع عمار الآن 3 دقائق الأسبوع اللي بعده نخليها 7 دقائق الأسبوع اللي بعده نخليها 20 وهكذا ونتحرك من لعبة للعبة من لغز للغز من نشاط لنشاط من حركة لحركة والأطفال لما يشوفون الوالد معاهم والوالدة معاهم في نفس الجو قطعا راح يكون شيء من الاستمتاع ها مع الأخت أم أمجد من الجزائر تفضل يا أم أمجد مشاركة بموضوع الحلقة لو سمحتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أم أمجد فيما يخص واجب الاستغفار ممن ظلمني في الحقيقة أنني في البداية لم أستطع وقلت سمحك الله يا دكتور ماذا تفعل بي ولكن عندما قلت مرضاة لك يا الله استغفرت العجيب أنني أحسست بقشعريرة وشيء أضيف إلى جسدي لا أعلم ماذا هو أما واجب الدارحة فمباشرة مبيت أولادي أنزل 12 سنة ومن بيت 7 سنوات وبصعوبة جعلتهم يقبلون وقت والدهم وقدمي الأول أحس بالخجل أما منذ أن أنزل فقد كانت جلسة من البكاء لهذا أريد أن أتحدث معك يا دكتور أنزل الله سبحانه وتعالى رزقني أنزل رزقه بكاء عالي وفراسة
نعم. والله يا دكتور انه تحدث وعمره 19 شهر. ما شاء الله. 6 شهور. قال بابا وماما واول كلمه نطقها هي امل. لكنه انتبهته حالا من انه كان في الغداء. أم أمجد عشان الوقت فقط، هل هناك سؤال معين تريد إجابة عليه الآن باختصار؟ هل لديك سؤالا واحدا محددا تريدين الإجابة عليه الآن أم نتواصل؟ لا لا لا، أنا يا دكتور بعثت لك إيميل وأعطيتك رقم هاتفي لأنه إن شاء الله هذه وصلت. أم أمجد عندي مشكلة. نعم. يا أم وصلت الرسالة إن شاء الله، ولكن بالنسبة شكرا لك. بالنسبة للاتصالات وإجابتي عليه، هناك مجموعة كبيرة من الناس وهناك دور، فإن شاء الله سيأتيك النصيب، ولكن انتظري واسعي صدرك علينا. أنا حاب أروح حق عمار لأن أشوف عمار أنه كأنه تعب نفسيا من اللي قاعد يصير. وين وصلت يا عمار؟ وخلنا نشوف. طبعا صعب على عمار أنه يكمل. لا ما شاء الله عليك، ترى قريب جدا. لا لا خلي 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 خلي، ارفع يدك، ارفع ارفع يدك، ما شاء الله عليك، ارفع ارفع. وين الكرين؟ شايف معي حمود هنا؟ شوف خلي شوف معي، واصلة عندك الصورة؟ ممتاز. شوف بس بصبعك هذا، أنا ساعدك بإبهام بسبابة، نزل هذه شوي. طبعا المفروض يكون بالشكل الثاني، أنا ساعدك لأنه هو مكانها سليم. ونزل هذه شوي تحت، أساعدك. وننزل هذا المربع هنا إن شاء الله. يعني انت حاط كل واحده تقريبا مكانها، ونجيب هذه هنا، راح يصير عندنا هنا. واضح عندكم مكعب؟ افتح عينك وطالع شنو سويت يا عمار، مبروك عليك، افتح. شوف شلون انت كنت قريب، يعني احنا اعطيناك 3 دقائق، وانا اتوقع لو كنت محتاج وقت شويه زياده كنت مكنت. مبروك عليك يا عمار، البس نظارتك يا عمار. وخلنا نشوف من الفائز معنا بالمسابقه، وانت بتفوز معنا اليوم لانك عليت هذا اللغز. معانا يا عمار المسابقه لو سمحت، لان الوقت إن شاء الله. الوقت الوقت الوقت، اعطونا اليوم تمديد 2 دقيقة عشان نقدر نخلص ما تبقى. ماذا تقول المسابقه اليوم؟ من الفائز؟ ما شاء الله. ماشي. مسابقه رمضان. كان سؤال امس دكتور يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به ولك آمين ولك بمثل. آمين ولك بمثل، معروفة هذه أصلا. كل عيالنا حافظين هذا الحديث من المدارس. من الفائز معنا بهذا يا عمار؟ فاز معنا الأول من الأردن، فايز محمود. مبروك يا فايز، 500 ريال. مبروك. الشخص الثاني محمود محمد المرزوقي من الإمارات، 300 ريال. مبروك يا محمد. المركز الثالث بان أحمد شنان من العراق، 200 ريال. مبروك يا بان. بان طيب بنات بنت صح؟ والله صراحة ما أدري. أنا أظن أنها فتاة. مبروك ما شاء الله، في كل يوم لازم يكون معنا فتيان وفتيات أو يكونون فتيات. مبروك كل الفائزين معنا، وسؤال الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. ويلا شدوا حيلكم معنا، والمساهمات نريد أكثر حتى يكون معنا فائزين على شاشة الرسالة. سؤال هذا اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. من هؤلاء؟ الخوارج، القرامطة، أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. للإجابة عن السؤال أرسل رسالة قصيرة، اكتب كلمة رمضان أو رمضان، ثم اترك مسافة، ثم اكتب رقم الإجابة الصحيحة، وأرسل رسالتك SMS مرة واحدة إلى الرقم المرادف لبلدك. آخر موعد لاستقبال الإجابات هو الساعة 1 ظهرا. 300 ريال، 200 ريال سعودي، وقد يحالفك الحظ في نهاية شهر رمضان لتربح الجائزة الكبرى، سيارة يشترك في التنافس عليها كل من يرسل 10 إجابات صحيحة أو أكثر طوال أيام الشهر الكريم. مسابقة الرسالة الرمضانية، ثقافة وجوائز، والكل معنا فائز. الرسالة إبداع وأصالة.
حياكم الله معنا بعد هالمسابقة الجميلة، وشاركوا حتى تفوزوا، وكل من شارك معنا فائز إن شاء الله. آخر شيء عندنا الوصية يا عمار قبل ما نختم، من أراد أن يعمر الميزان فعليه بوصيتنا اليوم، ماذا تقول وصية؟ صل قريبا، أي شخصا من أهلك، صل قريبا لم تره منذ زمن. ترى الأرحام والأقارب، أنا لي عمة هي حببتني في الزيارة، لماذا؟ لأن كلما زرتها وهي الآن تتابعنا، كيف حالك يا عمة؟ تقول لي قصة أو رواية فأحب أبات عندها، فحببتني بصلة الرحم من قصصها. إذا نصيحتي يا ناس، إذا جاءوا الشباب من بنين وبنات يزورون، حببوهم بالزيارة، حببوهم بالصلة، بالهدية، بالكلمة الحلوة، بالطبخة الجميلة، وكذلك بالكلمات الجميلة. ما في شكاوى فعلت وشكلك وعملت، لكن نحببهم بهذه الزيارة. إذا عمروا الموازين يا أباء يا أمهات يا كبار، بتحبيب الصغار بالصلة، وعمروا الميزان يا صغار، اختاروا من أقاربكم لم تزروه من فترة، صلوه اليوم برسالة، باتصال أو بزيارة، وهذا أفضل. وللجميع بالدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الواصلين الذين لا ينقطعون أبدا عن الصلة حتى تشهد لنا الرحم. قولوا آمين. يوم القيامة، اللهم صل من وصلني وتكون منهم، اللهم صل من وصلني وتكون منهم، اللهم صل من وصلني وتكون منهم. إلى أن نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة ومع مشاركات جديدة، لكم كل الشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تطمح للعلا والنفس تاقت للهلا، والعيش في كنف الرضا.